اهلا بيكم يا جماعه، معاكم ديموس وحلقه جديده من حلقات سيف ذا وورلد. حلقه النهارده هنتكلم عن الهيرو الجميله دي اللي هي تريسيرا اوبس راميرز، محس نصرات سولجر. وطبعا السكين ده كان مشهور جدا في باتل رويال، والباك باك الجميل ده الهيرو بعد عندنا في سيف ذا وورلد، ونشوف بقى بتعمل ايه عندنا. طبعا يا جماعه الهيرو بتاعتنا لما تكون اساسيه هترجع 6.3% من مجموع الصحه بتاعتك كل 5 ثواني، فطبعا اساسي هخش ببلاس فروم ذا باست، لان هترجع بقى اماونت او مجموع كبير جدا من الصحه للمجموع الصحه بتاعتك، فهيبقى شيء خرافي. طبعا هعمل تشكيله بقى كلها هيل في هيل. طبعا اساسي بلاس فروم ذا باست اللي هو التيم بيرك، طبعا ده اللي بيزود 200% للهيلث بتاعتك. هخش كمان طبعا بالسوريون كلاوز، دي بتزود الميلي دامج من مجموع الصحه بتاعتك، تاخد 3%. ده برضو السوريون هايد، دي بقى تزود الارمور بتاعه الشخصيه. معانا كمان بقى المانستر سماش، دي كل بضرب بالميلي، انا هلعب بالميلي بقى، كل لعب بالميلي تديني هيل، ده لازم هيل هيبقى موجود. طبعا معانا كمان السرفايفلست، برضو كل ما بقت الهاسك او بقت اي حاجه بيديني هيل، فطبعا الاساسي كله ان انا باخد هيل، يعني الاساسيه هيل ومعايا سرفايفلست ومعايا الاخت ايزا. معانا كمان اخر حاجه بومب سوت، برضو بيحميني وبيديني ارمور زياده. بدايه الكلام كده يا جماعه، ان الشخصيه دي طبعا بالتشكيله اللي احنا عملناها انها بتاخد مجموع 6.3% من مجموع الصحه بتاعتك، فطبعا الصحه اللي عندي هنا ومعايا طبعا تيم بيلعبوا معايا، فزي ما شايفين يا جماعه الصحه عندي 1,310,000، وفي كل وانا في الزون جوه باخد دامج وبتاع، فكل 5 ثواني 1,300,000 دول بيرجعوا تاني، فما عنديش اي مشكله تقعد في وقت ما تقعد في الزون تخلص مشينات تلوت تعمل اللي انت عايزه في الزون، ما عندكش مشكله. حتى كمان ممكن تخش بقى فايتات مع بلاسترز مع زومبيز زي ما احنا شايفين في الشاشه كده. انا كمان حتى كمان اخترت تكون معايا السراوند باوند، بحيث لو زومبي هجم عليا يرقص وبتاع فيديني وقت ان انا اخد صحه كل 5 ثواني ويديني الفرصه، فما عنديش مشكله. حتى الزومبي هنا ليفله 132، فما فيش اي مشكله خالص، اخد دامج كل 5 ثواني يرجع معايا الصحه، غير بقى طبعا سرفايفلست والايزا. فطبعا كميه هيل باخدها في التشكيله اللي انا عاملها قويه ورهيبه وعاليه جدا جدا جدا. طبعا لازم نجرب برضو الشخصيه على انكامبنت ليفل 140. ده الانكامبنت طبعا في مرحله متاخره من الانكامبنتس في ليفل 140، زي ما احنا شايفين في الشاشه كل الزومبيز حواليا. طبعا معايا السراوند باوند ده برضو بيحميني وبيخليني اقدر اهرب من الكميه الكبيره دي لوحدي، في نفس الوقت الضربات بتبقى ضررها قليل عشان الارمور اللي موجود ومركبه عندي في اللود اوت، في نفس الوقت الهيل اللي بيجي لي كل باخد ضربه مستواها اقل طبعا عشان الارمور اللي موجود، بس ده بيتعوض برضو بالهيل بقى، من حيث ان انا بقتل بقى الهاسك وبقتل الزومبيز اللي حواليا فبيديني هيل زياده. فبصراحه تشكيله مع الهيرو دي غير عاديه وغير طبيعيه، يعني خش انكامبنت يا معلم مش لازم بقى يبقى معاك بقى ولا سلاح ولا سولت رايفل ولا ار بي جي ولا لانشر، خش بالميلي ومعاك بالذات السراوند باوندز هتستمتع جدا، ما حدش هيجي جنبك ولا يجي يعورك، زي ما احنا شايفين في الشاشه الدنيا زي الفل، كله حواليا اهو ما عنديش مشكله. كمان فيها كمان الميزه كمان برضو في موقف زي ديت برضو انت عندك الشوك ويف عشان هي سولجر فتحلها كمان، فعندك كذا اوبشنز كتير قوي عشان تخلص من المواقف الصعبه. فبصراحه هيرو مثالية جدا جدا للمواجهات المباشرة والكميات كبيرة ومجموعات كبيرة. فبصراحة يعني السولجر ده اوفر باورد. طبعا انا مش هسكت على كده، لازم اجربه كمان في مستوى اعلى واكبر، فطبعا هنخش بقى ضرب 4 اللي هو هيكون ليفل 160 163، ونشوف برضو اداء السولجر مع الليفل العالي بتاع الزومبيز. يلا نشوف. طبيعي لازم اجرب الكلام ده كله يا جماعه، ولازم تجربوا الحاجات دي عشان تعرفوا ان الهيرو ده يعني اوفر باورد فعلا، يعني مش هزار يعني. الزومبي ليفل 163، انا حاسس ان ما فيش اي حاجه او مفيش اي مشكله ان انا بلعب معاه ميلي بس راوند باوند،
يعني موضوع لطيف جدا، مش اي مشكله خالص، زي ما احنا في الشاشه يعني هو ياخد خبطه يرقص، لو ضربني حتى الارمور عندي عالي مفيش اي مشكله. بصراحه هيرو اوفر باورد قوي جدا يا جماعه، لازم تجيبوه، هو موجود في الايتم شوب، هاتوه ما تسيبوهوش، هتستمتعوا بيه. دي كانت حاله سريعه عن الهيرو اللي هي تريسيرا اوبس راميرز. ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب. كان معاكم ديموس، سلام.